بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انزل في الهون كويزين ميليسا كاهنة إيلين. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الشيق، هذا الفيديو الاكثر من رائع بالنسبه ليا. نروحوا نبداوه مع بعض. في البدايه نحب نشكر كامل اللي جاوا والتحقوا في مسابقه باريك دوري فلوغ اللي عملوها على يعني مستوى سنتر الوزير كارفور في المحمديه يعني باناني وفي ارتيس. كانوا شاركوا ايزون بارتيسيبي ويزون كانيه في طومبولا بارك دو فلور. درنا لو تيراج او سور اللي كان فريمون هايل، تلاقينا وكان يعني سيدات اللي داو الجوائز تاعهم. يافي ميم دي غانيونت دو بروميير غانيونت كساسوا في كارفور ولا في ارديز، كانوا من بين الجمهور اللي كان تما حاضر داو لي كادو تاعهم سور بلاس. اما الباقيه داو لي كادو تاعهم يعني بعد اجراء اتصالات جاو ابخي داوهم. سيتي فريمون بيان، كانت فريمون واحد لومبيونس، كانت واحد لا شالور ما شاء الله. وشوفوا يعني جرات القرعه في اجواء هايله. كان لي شرف اني يعني كنت في لو تيراج او سور وشفت الفرحه في عيون لي فان وفي عيون الناس اللي جاو وشاركوا، وكانت والله غير اجواء هايله. ان شاء الله تزيد تتكرر مثل هاد الفرص باش نزيدو دائما نتلاقاو ونكسرو مع بعضنا. كانوا يعيطوا ديريكتور. السلام عليكم، معك بارك دوغي فلور مدام، مدام خديجي، راني مع مدام خديجي سعدية. صحة مدام، حنا عيطنا لك باش نقولوا لك مبروك عليك، راكي ربحتي بالجائزة الأولى تاع بارك دوغي فلور اللي هي عبارة عن مطعم دو ماساج شوفو بلوس ديدغوماسور بوغ بيي اللي شاركتي فيه في كارفور. هادو هذا من راهو اللي تهضر عليه، راك تما ارواحي مدام الزربي والتوفيق. هاي هنا ارواحي، مرحبا بك، شتي الهدية تاعك. خويا برك، انت راك قريب علينا ولا بعيد؟ معليش خويا، دونك غدوة ان شاء الله بإذن الله يتصل بك واحد من العملاء تاعنا تاع دوغي فلور ويجيب لك الهدية تاعك وين ما كنت خويا. الله ينورك وبرمح عليك خويا. صحيح، انت بنتي الله يسلمك، يعيشك يهنيك. فوالا، دونك مادام رانا درنا الصح وراكي فزتي بالتروزيام كادو كي غوبريزونت ان سولا فاسيال. تري بيان، اسكو فوز ات تو بخي و لوان؟ ربي يعاونك. دونك يا با سوسي، سكون فا فير سي كو سوا جو بو باسي ا روبوزات دو بيل بار اوفير. مدام تيرميني ا كيل اور فوتر كارد؟ تري بيان، دونك دومان اون فا فو رابلي اي بي اون فا فو ليفري فوتر كادو سور بلاس، داكور؟ سوبر. اون فوز ابيل اي فو نو ديت. الوغ مبروك مبروك، فيليسيتاسيون لي كانيونت لي كانو داو لي كادو تاعهم. اما الباقية يزون ليفغي لي كادو تاعهم جوست ابخي ما كملنا لو تيراج او سور. هنا لو برودوي لي سقسيتونا عليه، لو ميتي سيرفاس، هاو لي كان يصورتولكم راهم ستة فوش نقولكم ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا كنا او نيفو دو ارتيست، وين تانا قمنا بنفس الشيء. في الاخير البنات، جو بارطاجي معكم هاد يعني واش نقول لكم، هاد لو كادو، الهديه اللي كانت يعني موجهه ليا من طرف شركه بانك دو ريفلور، اللي يعني اعتدتوا على اني نقدم لكم منتوجاتهم بكل امانه وخليتكم يعني تكتشفوها معايا. شفت ناس بزاف تلاقيت معاهم وقالوا لي يعني شكر كبير على انك خليتينا نعرفوا هاد لي برودوي، ويعني كان لي الشرف انهم يقدموا لي هاد الوسام الذهبي. هاولي كونون دو مدام ميليسا كاهنة ايلين لومباسادريس تاع بالك الجيري. يعني سي افيك ان تري غران اونور يعني اللي توجه ليا هاد الوسام. من اليوم ان شاء الله انا هي سفيره المنتوجات بالك دوغي فلور، يعني نقدمها لكم بكل امانه وبكل فخر وبكل اعتزاز. يعني باش ما تقعدوش في كل مره تقولوا لي واش هي علاقتك وعلاش تقدمينا هاد المنتوجات،
انا كما راكم تشوفوا بهذا الوسام الذهبي جو سوي لومباسادريس بارك دوريفلور. انا دائما نقول لكم ونعاود نشجع منتوجات بلادي. بارك دوريفلور راهو منتوج وطني وماذا بينا نشاركو دائما ونساندو بلادنا، يعني راهي في حاجه كبيره باش نشجعوا الصناعه المحليه. وعلاش لا، ربي يخلينا بلادنا وعلم بلادنا يرفرف دايما ويجوز علينا هاد المحنة ان شاء الله. دونك سافا كان اون غران فيغتي جاكسبت هاد لو كادو، وان شاء الله يا ربي يقدرني ونكون على اوتر. فوالا البنات، هنا غد من داك صباح واش نقول لكم، نوت مع لو ميناج اليوم كنت كيما راكم تشوفوا هاني نطوي في الحوايج لي سيرفيت، وإلين راهي تخرب راهي تدور مع لو تور تاع لو لي. لي سقسوني قال لي اسكو راهي تمشي وحدها، نو تمشي يعني الفي لو تور تاع لو لي ولازمك شي واحد يعني يكون يشدها باش تقدر تمشي وحدها. اوكي تاعيا اوب تهبط كيما راكم تشوفوا، ما بقاش بزاف على كل حال، وكل صغير ودمه كيفاش. انا برك حبيت نتقاسم معكم هاد يعني طريقه، حبيت ماشي حبيت نعرف بوكو بلوس اسكو نتوما كيما انا، يعني نحب كي نطوي الحوايج توجور ندير عند مال تحت ونحط عليه الحوايج. وعندنا يعني كما يقولك طبيعه دركا نحبوا نغطوهم توجور بهذاك لو دغا. مانيش عارفه اسكو الطريقه صحيحه ولا لا، ولكنها يعني تخليني نحس انه الحوايج يكونوا نضاف اكثر. ودائما نحط دائما بيناتهم ان تيوب تاع ملتي سيرفاس ولا دي صابونات، كل وحده واش الطبيعه تاعها تحط. كي نغطيهم هكا كنحسهم يقعدوا بلو بروبر، يقعدوا يعني بيان بارفومي، ونحس انه حتى الغبره ما تقيسهمش كامل. دونك مانيش عارفه اسكو نتوما تانا كاين يعني يشاركوني هذا الراي، ولا كاين يعني عندهم العقليه ولا الطبيعه. نتمنى انكم تجاوبوني في لي كومونتير ان شاء الله. البنات هنا جوست ان تي بارتاج، جي ديكوفير واحد بتي غوتي نشريه للبناتي يعني كوم باغازار. هادوما يعني مجموعه تاع منتوج وطني كما راكو تشوفوا. واش نقولكم، يتباع بثمن رخيص جدا، يعني سي دي غولي يعني جينواز او شوكولا، غولي او شوكولا، منتوج وطني كما قلت لكم. نشجعو دايما يعني منتوجات بلادنا، صدقوني والله العظيم راني شريتهم بدراهم. كي شفتهم يعني منتوج وطني حبيت يعني نقول لكم عليهم. بالك كاين اللي يحبوا يبدلوا لولادهم ولا، لانه انا بناتي ولا ما يحبوش ياكلوا لي هاد لي تروك حتى نبدلهم. ان شاء الله يعجبكم. هنا البنات اون سوب حبيت نديرها بهاد، شوفوا معايا هاد البلارات كي نفتحهم كيفاش يديروا. فوالا اكو سمعتوا البنات، هذا هو السر اللي خلينا نقولوا لو برودوي هذا راهو ستيريليزي، يعني بمفعول الضغط اللي خلينا يجبد كامل الاكسجين اللي كاين لداخل. انا اليوم ان شاء الله يعني هذا المنتوج راهو معقم بطريقه الضغط. فوالا تخدموا يعني عادي لاسوب تاعكم، تحطوا كامل الخضر اللي عندكم، ونوصيكم هنا تحطوا كلكو في تاع لارتيشو، نو ماشي لارتيشو عفوا راني شويه عيانه، تاع لي شو فيغ. فوالا يعني الكرومبيت هذا يعني يزيد يعاون بزاف في لوغو. وهنا زدت له اون بوات تاع لاصوص بريباري، لاصوص ماريني اللي كنت يعني قدمت لكم قبل هذا المنتوج، اللي قلت لكم انه يعني يساعد الناس اللي ما عندهمش الوقت يحبوا يسخنوا برك لاصوص، كنت قدمته لكم من قبل. اليوم استعملت لاصوب اوليغيوم وزدت لها هذيك لاصوص ماريني، وصدقوني يعني طيبت لاصوب تاعي عادي. وفي الاخير لما رحيتها عطاتني واحد لاسوب، يعني نقدر نقول لكم انها لوغو تاعها بزاف بنين، وجا قريب بزاف لوغو تاع لاسوب او بواسون. علاش؟ لانه اليوم حبيت نخدم بواسون او فور، حبيت نطيب لو بواسون في لو فور تاعي جديد اللي شريتو، فرن تلمسان اللي كنت قدمته لكم من قبل. اللي سقساوني قالوا لي وين راه لو فور تاعك اللي عندك من قبل، انا عندي فور اونكاستري من نوع اريستون اوت بوينت من اربع ما يكون، شريتو غالي وراه ناجح بزاف معايا،
ما عندي فيه حتى مشكل. كنت قلت لكم فقط انه لما تشروه هو ستان برودوي ايطاليان، كي تشروه يعني هما اون ايطالي ما عندهمش يعني لا بلوبار غاز دو فيل، دونك خادمينو بالبوسمو، خادمينو بالغاز بيطان يعني لي باك تاعو تاع غاز بيطان. دونك انتوما كي تشروه حاجه الاولى روحوا بدلو له شرو لي باك تاع غاز دو فيل وحطوهم فيهم، هذا ما كان ويخدم ما شاء الله. لكن اليوم كي شريت الفوغ هذا تاع المسان اللي كنت قلت لكم عليه وهدرت لكم عليه منين شريته من محل ميسي الكتروميناجي في الحاميز، وكنت عطيت لكم كامل المعلومات تاعو تلقاوها دائما في صندوق الوصف هاوليك، حطيته في بلاصه وين يعني تحت الطاقه في الدروج قدام الباب تاع الكوزينه تاعي. واش نقول لكم، حبيت نجرب فيه الحوت يا البنات. واش نقول لكم، كم هو يشعل من الفوق ويشعل من التحت. البواسون تاعي اللي كان يطيب في الفوق اريستون يطيب في مدة 40 دقيقة ولا 45 دقيقة، البواسون تاعنا اليوم طاب لي في مدة 20 دقيقة، كان طايب زبدة حبق وشوفوا بعينيكم، طاب كيما الفوق كيما التحت. رفقته بشوية تاع بطاطا سوتي اللي كيما شفتو غليتها، من بعد قشرتها جلي في سوتي يعني في شوية تاع الثوم وشوية المعدنوس. الاخير البنات نتقاسم معكم هاد لي كاتو. واش نقول لكم، بمناسبه انه عائلتنا زاد فيها صغير ان شاء الله تكبر العائله اكثر واكثر، مبروك على خويا ما زاد عنده وليد. واش نقول لكم، بوبون بوبون ان شاء الله ربي يطول له في عمره وان شاء الله يتربى في عز والديه بالعز والدلال، ان شاء الله يكون من يعني الاولياء، من عفوا من الاولاد الصالحين ان شاء الله في حياته وفي حياه جده اللي يعني عملنا التفاته هايله سماه على اسم والده اللي هو جده اللي هو والدي، يعني تيمنا به وان شاء الله يعني ربي يطول له في عمره وان شاء الله كيما يقول كي يزيد يحضر له الزواج ان شاء الله. نقول له بالصحه والهنا ونقول له يتربى في عزك ودلالك ان شاء الله. نشكر كاتويز اللي خدمت لي الحلوه يعطيها الصحه، نشكر كذلك عيشه كاتو، نقول لهم ربي يحفظكم يديواتكم يعطيكم الصحه على هاد الصنعه الشابه، وديما نقول لكم يعطيكم الصحه انتو تانا اللي قعدتوا معايا لا فيديو حتى لافا، ان شاء الله تكون عجبتكم. على بروش ان شاء الله. سلام سلام.